ديالي بديت كنشربها قال لي جيبوا لي وحده جديده كملها ديالي تكملها ما نمشيش ديالها انا حط الامانه ما عندي ما يتسال. السلام عليكم. السلام. على كل حال المرحلة ديالو في الحزب انتهت صافي دابا بقات الحكومة يحن فيها الله. السلام عليكم. قضية بسيطة دابا حنايا واحد القضية حنا ما كنخافوش من المحاسبة. هاد الناس اللي كيحكموا مع الأسف الشديد باقي ما عياوش من يقولوا هادشي كله دارت العدالة والتنمية هي اللي دارت المشاكل ديال التعليم هي اللي دارت المشاكل ديال مع أنهم كانوا بجوارنا ويرونا ويسمعونا ويبتسمون ويضحكون وهما اللي تسبوا في البلوكاج وهما اللي قلنا لهم سيدي ديروا لجنه تقصي الحقائق ونعرفوا شكون اللي مسؤول على يا بارك يلا صافي ونورك اخر جزائر شي تعليق السيد هذا بقى مع الاسف مع الاسف هذوك الاخوان ديال الجزائر القياده ديالهم معكسه مهما حاول المغرب ان يشرح الصدر ويفتح علاقات جديده ويحاول ان يتجاوز الماضي الا وفي كل مره يعني يصطدم بعداوه غريبه وشراسه منقطعه النظير ومع الاسف الذي يسوءنا انها تنتقل من القيادات وهذا الشيء كان قديم الى عموم المواطنين الجزائريين اللي يكنوا في الأصل المغرب محبة كبيرة مع الأسف الشديد الله سبحانه وتعالى يهديهم هادشي اللي كاين يلا خليونا نصلي.